الحكومه اللي ان شاء الله احنا غادي نشاركوا فيها كحزب شراكي موحد وكفدرالية ديال اليسار الديمقراطي هي حكومه غادي تكون عندها السلطه في يديها. يعني احنا يعني هذا الشيء خصو يتم في اطار تعاقد يعني باش ندخلوا في الاصلاحات العميقه الدستوريه والسياسيه اللي خاصه بلادنا ومؤسساتيه باش يمكن لنا اننا بالفعل هاد النخب اللي باغيه تنخرط في التغيير واللي هي تريد ان تدافع عن المصلحه العامه ولا تريد ان تستفيد هي من ريع او من اي شيء، خاصنا نوجدوا في اطار تعاقد هاد الاصلاحات الممهده. هذا دخل في اطار هذا البؤس العميق المبين انه احنا مع كل الاسف ما عندناش حكومه منسجمه ولا تطبق برامجها ولا تعتمد على الكفاءه في اختيار وزرائها.